هل ينفع ان الانسان يدي كارد لربنا سبحانه وتعالى؟ اه طبعا ينفع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت ايه الكارد من ذا الذي يقرض الله كربا حسنا فضاعفه له، قال ابو الدحداح الانصاري قال يا رسول الله ايريد الله منا الكارد؟ قال نعم يا ابا الدحداح. قال ارني يدك يا رسول الله، ارني يدك يا رسول الله. فناول يده فقال اني اقرضت ربي حائطي هذا، اي بستان، يعني اقرضت ربنا عز وجل البستان بتاعي. قال ابن مسعود وكان البستان له بها 600 نخلة، وام الدحداح فيها هي وعيالها، يعني كمان كان فيها زوجته وعياله. قال فجاء ابو الدحداح فناداها، لا تعالى يا ام الدحداح، تعالى كده اطلعي بره عايز اقول لك كلمتين. فقالت لبيك. قال اخرجي فاني اقرضت الله عز وجل بستاني هذا. الشاهد من الحديث ان الانسان حتى لو معاه، وده طبعا ما بيحصلش في وقتنا هذا الا من رحم الله، انه يوهب كل حاجه معاه او على الاقل حتى 70-80% من ماله لله عز وجل. يعني بس كده في بيتين كده بساط جدا من الشعر: اذا جاءت عليك الدنيا فجود بها على الناس واعلم انها تتقلب، فلا الجود يغنيها اذا هي اقبلت، ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب. بس